السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. هذا الفيديو بغيت نشاركو معكم ديال هذا الباطو اللي كان خرج في عين في شاطئ عين السباع. كما كتشوفوا دابا راه جابوا واحد البوجي، انا شفت اكبر بوجي بان لي، هذا بوجي كبير راه كيقسمو في الباطو وكيهزو فيه بشوي بشوي. دابا راه تحيد لي الراس ديالو، الاخر ديالو تحيد ليه، راه مابقاش كما كان. شفتو راه هو محيد الطرف من القدام، دابا بحال راه كيعمر، راه حبسو دابا الخدمة، يعني كيهزو فيه الطروف. بوجي راه كبير شوية. يعني راه فيه الخدمة في القسم ديالو، بغا يقسمو راه فيه خدمة بزاف، ماشي ساهلة باش تقسم. المهم دابا غادي نطلع فوق الحجر، نشدو من فوق الحجر. ها هو هذا البوجي، بوجي كبير. ردو داك الطرف اللي كان في الراس، لقطوه ردو. شوفوا دابا هاد اللقطة هادي اللي غتبان دابا، ديال فشاز الراس وعاود رجعو للراس، هي هادي اللقطة. المهم اخوتي دابا كما كتشوفوا البوجي راه غادي يهز هداك الجهة اللي قسمو ديال الراس، وما صورتش لكم يعني قريب لحقاش كاين البوليس وداك الشي تما، يعني من بغا يهزو خو الناس من حداهم، صورت غير من البعد. البوجي راه كبير، دابا غادي يهزو داك الراس بحال غادي يحركو شويه باش غيعاود يحطوه بلاصتو، غادي يخليوه بلاصتو. يعني دابا هما كيخدمو غير في الخاوي ديال البحر، البحر ما كيخوي مع التسعود وكيعمر مع الوحده، يعني كيزربو باش ما يعمرش عليهم البحر. يعني راه خدامين بالضو، خدامين بليمون، وخدامين بالشاليمو، وخدامين اما غادي يقرضوه بحال هكايا، اما غادي اما كيخوه غير باش يحيدوا هذاك الراس وخوه منه الحديد من الوسط باش يخفاف، اولا غيقسموه. المهم تتم ديال الخدمه راه ما عرفتش شنو غيكون بالضبط. المهم هادشي اللي كاين راه شاركته معكم.
يعني لا الراس ديالو راه تقيل. وهنايا راه هزو واحد الجعبات خوه من الوسط، راه جعبات كبار غير يعني من البعد وانا داير الزوم كيبانو صغار، راه جعبات كبار شويه. كيزربيو مع البحر جاي كيدخل دغيا. المهم خوت، هاد الفيديو بغيت نشاركو معاكم ديال هاد الباطو هذا، كيفاش يعني غادي يتم النقل ديالو. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا، وموعدنا ان شاء الله مع الفيديو الجاي.